السلام عليكم. دلوقتي هشوف برنامج سهل وبسيط جدا، عبارة عن فايل نيم تشيكر، بتأكد ان الاسم مظبوط حسب القواعد اللي انت عايزها، فبتديله فولدر. تمام، وليكن مثلا نختار مثلا في البيم، مثلا نختار مثلا اكستنشن اهوت، دي في ملفات كتير قوي. فتأكد اول حاجة تشيك لينس ما يزيدش عن 64 حرف مثلا. تمام، عايز اقول له مثلا اتاكد ان كل الحروف كابيتال، ممكن نكون احنا متفقين على كده. ممكن اقول له انا عايز الحاجات الدي دبليو جي بس او الحاجات البي دي اف بس، هو دي اللي يبدا يعمل تشيك على طريقه الاسميه. وبعد كده هقول له سيرش، فيبدا يجيب لي الحروف الحاجات اللي فيها مشكله او بالشكل دوت. تمام، هيبدأ يقولك ان في ملفات الاسم بتاعها فيه مشكلة، بيقولك no need to rename، في حاجات مش محتاجة ان انت تعدل التسمية. must be rename، في 1000 ملف هو اللي انت محتاج ان انت تعدل التسمية بتاعته. ممكن تغير القواعد، تقوله مثلا لازم يكون كلهم كابيتال، فيبدأ يدور على الملفات. او بتلاقي خاصيه هنا اسمها يوز كاستم ريبليس، فيبدا يفتح لك ان انت تعمل ريبليس جزء من الاسم بجزء تاني. يعني مثلا ممكن يكون الملف كيو اس تي انت عايز تخليها كيو اس ار، فيغيرها لك في الملفات كلها مره واحده، يعمل رينيم مره واحده، او تدي له حاجه مثلا سمول وتخليها كابيتال وهكذا.